دونك ديما دون لو كادر ديال لي روكيت امبريكي، دونك غادي نحاولوا ناخذوا داك التي بي ديال اللي كيجيري لي زومبلويي مع لي بروجي. دونك كان تندي في الشيما ديال لا باز دوني، كان تندي واحد لا طابل امبلويي اللي فيها نيميرو د لومبلويي كلي اترونجير داكور، وكان تندي واحد لا طابل ديبارتمون داكور، وكان تندي واحد لا طابل بروجي، واحد لا طابل بارتيسيبي. دونك هذيك بارتيسيبي كان افيكتي فيها لي زومبلويي لي بروجي داكور. دونك هنا بالنسبه لا بروميير كيسيون قال لك عطيوني لي نوم دي زومبلويي اللي كيربحوا اكثر من العائلين. دونك عطيوني لا ليست ديال لي زومبلويي اللي كيربحوا اكثر من العالم. يلا كي غادي نعمل هنا يلا كي غادي نعملو هنا دونك غادي نجيب من لاطابل امبلوي ياك، وعندي الشرط على السالير خصو يكون كبر من السالير ديال العالمي. دونك السالير ديال العالمي انا ما كنعرفوش، ونشوفوا لا باز دوني ديالنا. دونك غادي نتكونيكت للسيرفر، دونك ماي اس كيو ال موان او روت داكور. جو في اوتيليزي لا باز دوني تي بي 10 ولا 11 كنسميها هنا. La base de données est TP10, donc use TP10. D'accord. Donc, je me select all from. Oui. Donc, normalement, je suis en train de faire le résultat. Salaire de l'ALMI ou Arbaïlef. Donc, je vais me dire que je suis affiché. Ça va bien? دونك شكون يقول لي لا روكيت؟ يلا دونك سيليكت اول فروم امبلوي ياك وير سالير. دونك كبر من السالير ديال العالمي، واش السالير ديال العالمي كنعرفو؟ 4000. ما كنعرفوش، ولكن 4000 خصني نعمل اون روكيت باش نعرفها داكور، بما انا كبر مناش. Select salaire from employee yeah. Where employee no check is alam كان زعما كيما كتلاحظوا عطاني كاع هذوك لي زومبلوي كامل لي سالير ديالهم اكثر مناش من ربع. دونك هنا كيما كتلاحظوا علاش عملت اون روكيت امبريكي هنايا، لحقاش وصلت في لا كونديسيون وصلت للسالير، ولكن ما عارفش مع من نقارنو. دونك بويسكو ما عارفش مع من نقارنو عملت اون روكيت وحده اخرى داكور. يلا دونك عطيوني لي زومبلوي اللي كيخدمو فين في طونجي. دونك انا قلت لكم سون يوتيليزي اون جوانتور، نبداو بعدا اون يوتيليزون اون جوانتور. عطيوني لي زومبلوي اللي كي يخدموا في طونجي. نجم باش تشوفوا دونك سيليكت اول فروم ديبارتمون.
وكان بالنسبة لي ديبارتمون اللي كاينين في طنجة شنو هما؟ هما ديبارتمون واحد داكور، والديبارتمون 1478 مازال. دابا هنا الا بغيت نعرف لي زومبلوي اللي خدامين في طنجة خصني نعرف لي زومبلوي اللي خدامين سوا فين. ديبارتمون واحد و ديبارتمون ربعة. فوالا ولا هنا صافي. دونك الا بغيت نعملها بجوانتور كي عملت انا دخلت هذا الكود ديبارتمون لحقاش درت جوانتور ما بين شنو امبلويي و ديبارتمون. دونك قلت هو ديبارتمون واحد وهذا ديبارتمون واحد، بمعنى خصو يافيشي لي هاد الجوج صافي. وهذا ما كاينش اصلا، ما كاين حتى واحد خدام في هاد ديبارتمون، بمعنى الريزلت خصو يعطيني هاد لومبلويي 5 و لومبلويي لومبلويي 6. واش تفهمنا؟ دابا هادي اون يوتيليزون جوانتور باينه، غادي تسيليكسيوني من هنايا امبلويي ياك، وغادي تدخل شنو ديبارتمون، غادي تعمل جوانتور بيناتهم وتعمل الشرط على ايش، على لو ليو ديال ديبارتمون. دونك بمعنى شنو غادي يكون عندي في لا ريبونس، انتوما شوفوا معايا مزيان. دونك هنا باستعمال جوانتور غادي نجيب كلشي من امبلويي صافي، غادي ندخل حتى لا طابل ديبارتمون، غادي نعمل جوانتور وغادي نزيد الشرط على ايش، على لي لي خصو يكون هو طونجي داكور. دونك هادي هي لا ريكويست، خصو يعطيني نورمالمون لومبلويي شحال، خصو يعطيني لومبلويي 5 و لومبلويي 6. دونك نعاود نكوبي داكور. دونك هنا عطاني لومبلوي 5 و لومبلوي 6 فهمنا. دونك الا بغيت نعمل هاد لا روكيت هادي نعملها بأون روكيت امبريكي، كي غادي نعمل، شكون يقول لي هاد الروكيت هادي بدون استعمال لي جوانتور شنو غادي نعمل فيها؟ شنو غادي نعمل في هاد لاغوكيت؟ ما بغيتش نعمل جوانتور، بغيت نعمل اون روكيت امبريك، بمعنى غادي نجبد شنو لي زومبلويي ياك اللي خدامين في واحد ديبارتمون، اللي خصو يكون داك الديبارتمون الكود ديالو شنو هو، اما 5 واما 6. علاش؟ لحقاش 5 و 6 هما اللي لي ديبارتمون اللي كاينين فين في طونج. بمعنى شنو غادي نعمل؟ سيليكت داكور all from شنو employee where الكود ديالش الكود ديال الديبارتمون صافي. واش ندير تساوي ولا ان؟ شنو غادي نعمل تساوي؟ فوالا لحقاش بزاف ديال لي ديبارتمون يقدروا يكونوا فين سوغ طونجي. واش تفهمنا؟ دونك غادي نعمل شنو؟ ان سيليكت كود ديبارتمون صافي فروم شنو؟ ديبارتمون وير ليو شنو كيساوي؟ طون داكور. دونك هو عطاني نفس النتيجة. دونك إلا بغيت لي زومبلوي اللي ما خدامينش في طونجي شنو غادي نعمل؟ نوت ان. أو لا إلا كنت عامل جوانتور شنو غادي نعمل؟ هنا شنو ندير؟ تخالف. فوالا صافي. دونك إلا خدمت بروكيت أمبريكي غادي نعمل نوت ان هو العكس ديالها،
الا خدمت بجوانتور في هذاك الشرط ديال لو ليو غادي ندير تخالف طونجي، بما ان اللي ما كيخدموش فين في طونجي. هنايا حاجه اخرى اللي خصني نرد لها البال، بحيث وصلت لهاد لا كونديسيون انا عارف بان بزاف ديال لي ديبارتمون يقدروا يكونوا فين في طونجي، ما نقدرش نقارن شنو واحد لا كولون مع واحد المجموعه بتساوي، ما خصني نعمل شنو، خصني نعمل ان، بما خصو يكون في هاد لي ديبارتمون. في هاد الحاله هادي واخا حتى تعمل تساوي غادي تخدم، علاش؟ لحقاش اصلا راه عندي في الداخل هانتو. في هاد الحاله واخا نعمل تساوي صافا مارش، علاش؟ لحقاش اصلا راه عندي غير واحد اللي كاين في طونجي. دونك ميم سي دونك هنا ديتيكتا بان يقدروا يكونوا بزاف، دونك هنايا لاحظتوا هنايا ليغور شنو هي، قالك سب كويري ريتيرنز مور ذان وان رو، بما ما نقدرش ندير تساوي داكور خصني نعمل ان. غادي نردو على البال بحيت تكون لا روكيت امبريكي تقدر ترد بزاف ديال لي فالور. دونك هنا هو باش كومبيلا داكور، حيت يكون لا روكيت امبريكي تقدر ترد لك بزاف ديال لي فالور. دونك في هاد الحاله كنعملو ان ولا نوت ان داكور. الا كانت لا روكيت امبريكي كترد قيمه وحده، في هاد الحاله تقدر تعمل تساوي ولا تخالف. صافي ندوزو لا كيسيون لي موراها. قالك لي فونكسيون كومبورتون بلوس دو دو امبلوي، لي فونكسيون كومبورتون بلوس دو دو امبلوي. هانتو شنو هما لي فونكسيون لي فيهم كثر من جوج ديال لي زومبلوي؟ شحال عندي مؤفري، شحال عندي مؤفري هنا؟ عندي جوج لي زوفري، دونك اوفري ما خدامش. صافي شحال عندي انجينير هنا؟ ثلاثة ديال لي زانجينير. شحال عندي سكرتير هنا؟ أربعة ديال لي سكرتير. واش فهمنا؟ دونك شنو هما لي فونكسيون لي فيهم كثر من امبلوي؟ شنو خصو يافيشي لي نورمال؟ ديريكتور و لا ما خصوش يافيشي ديريكتور، خصو يافيشي اوفريي و انجينيور و سكرتير. صافي خصو يافيشي غير سكرتير و انجينيور بلوس كثر. سي جوج ما خصوش يدخل اوفريي، خصو يدخل غير انجينيور و سكرتير. واخا كي درنا عرفنا هادشي، الا بغينا هادشي نفورميليوه على شكل اون روكيت، شنو عملت انا دابا؟ جروب فوالا، كنحسب شحال من امبلوي عندي في كل فونكسيون. هانتو الا حسبت شحال من امبلوي في كل فونكسيون شنو غادي نعمل؟ سيليكت فونكسيون هي الاولى ياك، فيرغول، وكنحسب دونك الكاونت ديالاش ديال الكود ديال الامبلوي از مثلا نومبر امبلوي داكور فروم لا تابل شنو امبلوي، ونعملو شنو جروب باي ديما داكشي اللي سيليكسيون فونكسيون. صافي الا عملت هادي شوف معايا شنو غادي يعطيني، غادي يعطيني كل فونكسيون شحال فيها مناش امبلوي. باش نحتفظ غير على اللي كبر من جوج شنو خصني نزيد؟ شنو خصني نزيد؟ هافين. فوالا خصني نعمل الشرط على هذاك لو نومبر، دونك هافين ان بي ار او خصو يكون كبر من ناش كبر من جوج. فوالا خصو يكون كبر، هي كبر من جوج. دونك هو احتفظ لي غير باش
ça veut dire ingénieur ou secrétaire. Tu vois maintenant? Ça fait? Donc, il y a plus que le chart en dialèche. على داكشي اللي حسبت ما غاديش يدخل بالوير ما غادي يدخل بالهادي واش مفهوم هنا الا جيت نجاوب لاحظوا معايا مزيان دابا الا جيت نجاوب على السؤال واشنو قال لي قال لي غير لي فونكسيون بمعنى انا شنو كنافيشي كنافيشي لي فونكسيون معايا مع لي نومبر ديال لي زومبلوي واش انتو ما فهمتوش دونك هو نورمالمون قال لي في السؤال افيشي غير شنو غير لي فونكسيون وانا كنافيشيهم بجوج دونك هنا كاينه اون ميثود اللي تقدر تسيليكسيوني من روكيت مثلا هذا الروكيت شنو كترد لي جوج ديالاش جوج ديال لي كولون ياك نقدر نسيليكسيوني غير كولون كولون وحده ها انتم انتبهوا معايا مثلا سيليكس اول فروم امبلوي مثلا ديال الروكيت ديال هذه شنو كترد كترد كاع لي كولون انا بغيت مثلا افيشي غير لو نون د لومبلوي اللي مني وليني ماشي من لاطاب من روكيت واش فهمتوا ولا ما فهمتوش بغيت نافيشي غير لو نون ماشي من لاطاب من هاد لا روكيت شنو كنعمل وانتبهوا معايا مزيان هادي بحال الا كنعتبرها اون طاب صافي سيليكت هادي بحال الا غادي نعتبرها اون طاب دابا شنو غادي نسيليكسيوني من هاد السيليكت شنو غادي نسيليكسيوني غير لو نون ديال من فونكسيون ديال لومبلوي صافي لا دابا غير باش نوريكم كيفاش تسيليكسيوني مسيليكت واش فهم ماشي سيليكت ان سيليكت ولا سيليكت نوت ان ماشي روكيت امبريكي هاد هادي بحال الا غادي تسيليكسيوني واحد السيليكت شنو كنعملو كتشد داك السيليكت كتشبرو وكتعطيه واحد لون واحد لالياس مثلا نقدر نقولو له اون طابل في بحال دابا هذا كامل هادي كامله شنو سميتها هي سميتها في الا بغيت غير لو نون د لومبلوي شنو غادي نقول له سيليكت شنو في بو شنو فو بان نون د لومبلوي لومبلوي شنو فروم هاد الفي صافي انت ما لاحظت عملت سيليكت منين من سيليكت رجعوا لا ريبونس قبيلات هادي دابا هادي شنو كترد لي كل فونكسيون شحال فيها ديالاش ديال لي زومبلوي دونك الا بغيت نحتفظ غير بفونكسيون شنو غادي نعمل سيليكت شنو كوبي هادي بعدا دونك سيليكت داكور هاديك هادي كاملة غادي نعتبرها روكيت نعتبرها بحال طابل هنا نسميوها مثلا في ولا تي ولا نسميوها اللي بغي select تي بوان فونكسيون from فوالا select تي بوان فونكسيون from وهذا الشيء كامل هذا الشيء كامل اعتبرته شنو هي اعتبرته تي صافي هو احتفظ لي غير باش غير بانجينيور وب سكرتير واش فهمنا دونك عقلوا على هذه القضيه هذه تقدر تعمل سيليكت من سيليكت غادي نشوفوا فوقاش كنحتاجوا هذا الشيء صافي فهمتوا هاد القضية ياك فهمتوا دابا كيفاش تسيليكسيوني من واحد السيليك دونك كتشبر داك السيليك ديالك كاملة وكتعطيها واحد لالياس وكتعمل قبل منها سيليكت مثلا داك لالياس بوان شنو بغيتي تسيليكسيوني فروم داكشي كامل وكتعطيها واحد لالياس نشوفوا لا كيستيون كي سوي قالك لي نون دي ديبارتمون افيك او موان دو سكرتير عطيوني السمية ديالاش ديال لي ديبارتمون اللي فيهم او موان جوج ديال لي سكرتير لي نو دي ديبارتمون افيك او موان دو سكرتير الا جيت نشوف هنايا اول فروم امبلوي مثلا
شنو خصو يعطيني هنا؟ سكرتير فين كاين؟ هنايا هادو لاحظتو كاملين عندهم النيميرو ديال الديبارتمون شحال؟ شحال؟ جوج صافي؟ دونك نورمالمون شنو خصو يعطيني؟ خصو يعطيني هاد الديبارتمون جوج. شنو عملت هنايا دابا؟ شنو عملت؟ حسبت شحال عندي من الناس سكريتير امبلوي في كل ديبارتمون، لان سكريتير كيبقى امبلوي، واش فهمنا؟ وغادي نزيد الشرط على ايش؟ على لا فونكسيون فوالا. دونك انا شنو خصني ندير؟ اول حاجه باش نجاوب على هاد لاروكيت، دونك شوفوا معايا مزيان هنايا، قال لك اون دو كونيت بور شاك ديبارتمون لو نومبر ديالاش ديال لي سكريتير pour chaque département le nombre d'élèves ديال les secrétaires. Donc on a une affiche d'affiche smie d'élèves ديال le département on حسب شحال عندي من الناس من employé صافي. Donc غادي نخدم employé au département donc automatiquement خصني نعمل une jointure ونزيد الشرط على ايش؟ على la fonction خصها تكون شنو هي؟ هي secrétaire. On groupe باش le nom du département وعاد نزيد الشرط على ايش؟ على داك لو نومبر خصو يكون كبر من ناش كبر من جوج صافي. دونك هادي هي لا روكيت ياد. الى جيت اكزيكوتي حتى هنايا هانتوما غادي يعطيني الديبارتمون جوج ياك، وشحال فيه؟ فيه ربعة ديال لي سكريتير سيليكسيونيزم ديبارتمون ياك، وحسبت العدد لي زومبلوي اللي كاينين فين في امبلوي. دونك دخلت جوج د لي طابل عملت جوانتور صافي. عندي الشرط على ايش؟ على لا فونكسيون اللي كاينه في امبلوي خصو يكون شنو؟ سكريتير. وغروبيت باش بلو نوم ديال الديبارتمون زدت الشرط على ايش؟ على داك لو نومبر خصو يكون اكبر من او يساوي جوج. لحقاش هو شنو قال لي؟ قال لي او موان جوج ديال لي سكريتير. واش تفهمنا؟ صافي. دابا الا بغيت نزيد نجاوب على السؤال مزيان خصني غير لو نوم ديال الديبارتمون. دونك شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل شنو؟ سيليكت ياك مثلا تي بوان شنو؟ le nom ديال الديبارتمون from هادي كاملة غادي نعتبرها شنو؟ هاد هادي كاملة غادي نعتبرها روكيت نسميوها مثلا تي حتو هو انطلاقا من هاديك لا روكيت كاملة جبت غير شنو؟ غير لو نوم ديال الديبارتمون. دابا سيبوزون كون خلي عطيني المعلومات كاملة ديال الديبارتمون ماشي غير سميتو، شنو غادي نعمل؟ كون خلي عطيني المعلومات كاملة ديال الديبارتمون نديرو إطوال شنو غادي نعمل؟ ها؟ ولأن هاديك نتا اللي سيليكسيونيتي منها راها روكيت ماشي طابل، إلا عملتي سيليك تي بوا إطوال راك غادي تسيليكسيوني هادا وهادا. واش فهمتوني ولا ما فهمتوش؟ راك كتسيليكسيوني مروكيت مسيليكت، ما كتسيليكسيونيش من لاطابل باش تعمل غاتزيد سيليكت على ديك السيليكتات بجوج. ها؟ غاتسمي سيليكت عليهم كاملين. كيفاش سيليكت عليهم كاملين؟ ملي تخرج ديك النون ديبارتومون اييه غاتعمل سيليكت اخرى وترجع تجيب من لاطابل الاوليه من الطابل الأصلية. يلا قول لي شنو نكتبها آمن. يلا أتخلي هادي كيف ما هي هاد الغوكيت؟ خليها هادي. شنو غادي نكتب قبل منها؟ غتزيد غير واحد سيليكت اييه فروم هذاك لاطابل ما عرفتش شنو نسميها، يمكن امبلويي
ياك لا ديبارتمون قلت لك عطيني كاع المعلومات ديال ديبارتمون واسم سيليكت فروم ديبارتمون سيليكت اول هاي فروم فروم ديبارتمون وير وير شنو وير غادي تعاود هاد الكويري هذا وير سيليكس ديال وير لو نون ديبارتمون وير لو نون ديبارتمون لو نون ديبارتمون كيساوي هاد السيليكت هذا فوالا دونك هنا عملت لوكيت امبري امبريكي وير نون ديال ديبارتمون ديبارتمون كيساوي هاد السيليكت نورمالمون خصني نعمل ايه واش مفهوم يقدروا يكونوا بزاف ديال لي ديبارتمون عندهم نفس اكثر من جوج ديال لي سيكريت اسف ان نورمالمون خصني نعمل ان ياك وتعاود هاد الغوكيت هادي نعاود هادي كامله هادي كامله غادي نشبرها هادي كامله غادي نعملها هنا هادي كاملة هادي تجيني صافي دونك سيليكت اول فروم ديبارتمون وير لو نون ديبارتمون خصني نجبرو ان وهاديك سيليكت كاملة داكور دابا اوليو باش يافيشي لي غير السمية ديال ديبارتمون افيشي لي تا شنو الكود معايا انفورماسيون ديالك كامل دابا فهمتوا علاش كان علاش خدمنا بهاد لاستيس انك تسيليكسيوني من روكيت لان بارفوا كتحتاج تقارن شنو غير واحد لا كولون انا ما نقدرش نقول كولون غادي نقارنها معايش مع جوج ديال الكولون ما كاينش هاد القضيه ما تقدرش تقول وير لو نون ديبارتمون ان ياك وتفتح سيليكت دي بوين نون ديبارتمون فيغول كاونت انك كتقارن عنصر معايش مع جوج ديال العناصر هادي ما يمكنش شنو خصك تعمل ديك الساعه خصك تخرج غير واحد لا كولون منين من الروكيت كامل صافي هي بحال كتشوف الروكيت هكا كامله كتشوفها باش تكتبها هكا في الاول غادي تجيك شويه صعيبه واش مفهوم ولاني الا قسمتيها ديكورتيكيتيها غادي تجيك ساهله ديك الساعات دونك خصك تكون غير كتعرف لي تكنيك خصك تكون ميتريزي لي موكلي ديال اس كيو ال كل وحده شنو كتعني وخصك تكون كتعرف لي تكنيك وتفهم لا كيسيون واش مفهوم يعني الا فهمتي لا كيسيون راك 80% جاوبتي على لا كيسيون دونك نشوفوا لا كيسيون اللي موراها قال لك لو نو ديال الديبارتمون كي هي لو ماكسيموم دومبلوي السميه ديال الديبارتمون اللي فيه اكبر عدد ديال لي زومبلوي دابا انا باش نعرف الديبارتمون اللي فيه اكبر عدد ديال لي زومبلوي شنو خصني نعرف شنو خصني نعرف ها هو الماكس ديال الامبلوي شحال امبلوي في ديبارتمون فوالا ما كاينش الماكس امين لاخاطش ما عنديش كل ديبارتمون شحال فيهم امبلوي انا خصني نعرفو بعد دونك سيليكت اول فروم ديبارتمون صافي ها انتم دابا هنايا في نظركم شكون هو ديبارتمون اللي كيتعاود بزاف هنا جوج ديبارتمون شو شحال فيهم امبلوي في لومبلوي 11 لومبلوي 10 لومبلوي 9 لومبلوي 8 لومبلوي 7 داكور هادو كاملين وزيد عليهم لومبلوي جوج ولومبلوي شحال واحد دونك هنا كيفاش عملت باش نعرف هاد القضيه هادي شنو خصني نعمل خصني نعمل كل ديبارتمون شحال فيه مناش من او من امبلوي واش مفهوم جروب وديك الساعات غادي نتريهم من الكبير للصغير ياك باش يعطيني لومبلوي جوج ديبارتمون جوج ياك مورا ديبارتمون شحال واحد مورا ديبارتمون ثلاثه واربعه هادو اصلا فيهم غير امبلوي امبلوي في كل واحد واش تفهمنا صافي دونك الا جينا نجاوبوا على هاد لا كيسيون هادي قال لك دونك لا كيسيون 4
لك اون دو اول حاجه اون دو تري لي ديبارتمون بار نومبر دومبلوي صافي خصني نرتبهم من الكبير للصغير كل ديبارتمون شحال فيه مناش امبلوي اللي خصني نعمل لهم اوردر اوردر باي ديسك باش يعطيني من الكبير للصغير هنا يعطيني بزاف د النتائج شنو خصني نعمل خصني نعمل ليميت واحد ليميت واحد ولا فوالا خصني نعمل ليميت واحد ديك الساعه صافي دونك هانت الا عملت غير هاد الا عملت غير هاد غادي نحسب شحال عندي مناش امبلوي اون جروبي باش بلو نون ديال الديبارتمون هنا عندي جوج د ليطاب خصني نعمل جوا جوانتور واش تفهمنا دونك هنا الى جينا نشوفو شنو غادي يعطيني هنا عطاني كل ديبارتمون شحال فيه مناش من امبلوي جروبي باش بلو نون ديال الديبارتمون واش مفهوم دابا الا بغيت غير هذا شنو خصني نعمل خصني نزيد ليميت واحد صافي باش غادي ندي غير الاول واش مفهوم هانت دونك الا زدت شنو ليميت واحد غادي يعطيني غير شنو غير الديبارتمون جوج حتى هنا عاوتاني الا بغيت غير لو نون ديال الديبارتمون دونك هادشي كامل داكور هادشي كامل غادي نعتبره بحال شنو بحال اون طابل تي مثلا نسميها كيما بغيت غادي نعمل هنايا شنو سيليكت تي بوان شنو بوان نوم ديبارتمون فوالا ديبارت فروم هادي كاملة غادي نعتبرها شنو نعتبرها واحتفظت هنا غير باش غير بلونون ديال الديبارتمون تفهمنا يلا نشوفوا لا كيسيون اللي موراها قال لك نون دي زومبلويي ترافايون دون ان ديبارتمون افيك او موان ان انجينيور خصني نعرف لي زومبلويي ياك اللي خدامين في واحد ديبارتمون وهذاك الديبارتمون خصو يكون فيه على الاقل شنو انجينيور واحد دونك شنو خصني نعرف بعد شنو خصني نعرف ديبارتمون اللي فيها واحد الانجينيور فوالا خصني نعرف لي ديبارتمون اللي فيهم او موان واحد الانجينيور هذه هي ليطاب الاولى صافي دونك الا جينا نشوفو هنايا هانت قال لك اون دو كونيتر لي ديبارتمون كي كونتيان او موان واحد الانجينيور واش تفهمنا دونك باش نعرف لي ديبارتمون اللي فيهم او موان واحد الانجينيور بحال هذيك الروكيت د قبيلات غير بلاصه شنو بلاصه سكرتير قبيله كانت عندي قال لك او موان دو سكرتير دابا او موان واحد الانجينيور دونك بحال هذيك الروكيت د قبيله غادي تبدل غير لافين هذاك لو نومبر دابا غادي يولي كبر مناش اكبر من او يساوي شحال واحد صافي وداك لا فونكسيون ما غاديش تبقى سكرتير غادي تولي شنو غادي تولي انجينير داكور ها انتم شوفوا معايا مزيان دابا هنا الى عملنا هاد لا روكيت هادي ديرها بحال روكيت تقبيلت كنسيليكسيوني الكود ديبارتمون كنحسب شحال عندي من الناس امبلوي فروم شنو امبلوي وير الشرط على من على لا فونكسيون خصها تكون شنو انجينير وعاد جروب باي شنو الكود ديال الديبارتمون بقى لي الشرط على هذاك اللي حسبت خصو يكون اكبر من او يساوي شحال واحد واش تفهمنا دونك هادي شنو غادي تعطيني غادي تعطيني الكود ديال الديبارتمون اللي فيه او موان واحد الانجينير دونك هنا نورمالمون عندي الديبارتمون واحد شحال فيه جوج والديبارتمون جوج شحال فيه واحد انجينير واحد صافي رجع السؤال شنو قال لي السؤال قال لي لي زومبلوي ياك دونك انا خصني شنو لي زومبلوي اللي خدامين فين ديبارتمون واحد فوالا بمعنى شنو غادي نعمل هنا نعملو سيليكت عليه يلا سيليكت مثلا اول فروم امبلوي وير شنو الكود
الشرط دابا غادي يولي ندير كود ديبارتمون خصو يكون واحد من هادو بمعنى ان هادي وهادي خصني سيليكسيوني منها غير الكود ديالاش ديال الديبارتمون دونك واحد كود ديبارتمون ان داكور وتسمي له سيليكت على هادي فوالا دونك ان دونك ان سيليكت مثلا نقدر نسميوها تي بوان شنو كود ديبارت صافي فروم تعاود ديك فونكسيون هذه كامله هذه كامله خصني خصني ريكوبيري هذه كامله فوالا وتسميها في الاخر تزيد لك فوالا دونك فروم ياد دونك فروم كنترول في هنا وهادي عاد نسميوها شنو تي وعاد نشد القوس ما تنساوش الاقواس صافي دونك هادو الا لاحظتوا هاد لي هاد لي زومبلويي كاملين خدامين سواء في الديبارتمون جوج اولا في الديبارتمون شنو واحد وشوفوا لان هاد جوج ديال لي ديبارتمون هما اللي فيهم او موان واحد لانجينير داكور واش تفهمنا اس يلا تيزو نشوفو لا كيسيون لي مورا شوف هي باش غادي تبان لك روكيت هكا غادي تبان لك شويه طويله ولكن ما غاديش تكتبها انت هكا خصك تقسمها في الاول اكزاكتوم هذا هو اللي كاين خصك تفهم لا كيسيون وطبق هاد لي زاستوس اللي شفنا دابا دونك خصك تفهم فوقاش كنعملو ان وفوقاش كنعملو شنو تساوي فوقاش كنعملو ان الا كانت لا روكيت امبريكي كتقدر ترد لي بزاف ديالها لي فالور بزاف ديال لي فالور في هذه الحاله ما نقدرش نعمل تساوي خصني نعمل شنو ان حاجه اخرى ما تقدرش تقارن كولون مع جوج ديال لي كولون واش تعمل اليوم سيليكت بوحدو اكزاكتو خصك تريكوبيري تعمل واحد السيليكت من واحد السيليكت هذه هي اللي خصك تعرف دابا دونك شوفوا لا كيسيون لي مورا دونك لا كيسيون لي مورا شنو قال لك بغيت نعرف ياك السميه ديال لي ديبارتمون او نو طرافاي كو دي انجينيور بغيت نعرف شنو هو الديبارتمون اللي عندي فيه غير لي انجينيور ها انتما رجعوا لهنا سيليكت اول فروم امبلوي صافي دونك شنو هو الديبارتمون اللي فيه غير لي انجينيور واحد هو واحد ها انتما شوفوا معايا الديبارتمون واحد كيتعاود جوج د المرات ياك وهادو بجوج بهم شنو غير ديزانجينير يلا شنو خصني نعرف كيفاش خصني نشوف لا كيسيون باش نجاوب عليه هذا شنو خصني نشوف شنو خصني نشوف لي فونكسيون لي كاينين في كل ديبارتمون لا خصني نشوف لي ديبارتمون اللي فيهم فونكسيون وحده واش فهمتوا خصني نشوف ديبارتمون اللي فيه فونكسيون وحده بمعنى خصني نحسب العدد ديال لي فونكسيون باغ شنو باغ ديبارتمون باغ ديبارتمون وهذاك العدد شنو خصو يكون كيساوي شحال كيساوي واحد فوالا وخصني نزيد واحد الشرط اخر هذيك لا فونكسيون شنو خصها تكون كتساوي انجينيور فوالا هادشي اللي خصني نعرف دونك اول حاجه شنو خصني نشوف اول حاجه خصني نحسب ها انتما اون دو كونيت لي سيرفيس كي كونتين اون سول فونكسيون كي غادي نعمل باش نعرف لي سيرفيس اللي فيهم فونكسيون واحد دونك خصني نعرف كل كل سيرفيس والعدد ديالاش كاونت وتعمل ديك ديستانكت فوالا خصني نحسب لي فونكسيون باغ دي با باغ ديبارتمون دونك الا جيت نيكزيكوتي هاد لا روكيت غادي نسيليكسيوني الكود ديبارتمون ياك وغادي نحسب شحال عندي مناش
ديستانكت فونكسيون لان الا عملت غير فونكسيون غيعاود غادي يجبر انجينيور واخا هي فونكسيون وحده ولاني غادي يعاودها غادي يحسبها جوج المرات. داكشي علاش شنو غادي نقول له سيليكسيوني الكود وحسب لي فونكسيون المختلفه دونك دي ديستانكت. واش تفهمنا انت سيليكسيوني الكود ديبارتمون ونحسب شحال عندي منه وظيفه مختلفه صافي فروم امبلوي ونغروبي باش بالكود ديال الديبارتمون وعاد نزيد شنو هافين هذاك لو نومبر كيساوي شحال واحد. هذه شنو غادي تعطيني شوف معايا مزيان غادي تعطيني واحد وثلاثه واربعه. علاش لحقاش واحد اصلا فيه غير لي زانجينيور ثلاثه عندي غير فونكسيون وحده غير امبلوي واحد ديريكتور واقيلا والاخر بريزيدون. شوف معايا مزيان شوف ثلاثه ثلاثه راه غير ديريكتور فونكسيون وحده اللي كدور في الديبارتمون ثلاثه واربعه ثاني عندي بريزيدون فونكسيون وحده اللي كدور في الديبارتمون اربعه والديبارتمون واحد صافي واخا عندي فيه بزاف ديال لي فونكسيون بزاف ديال لي زومبلويو اللي ني بجوج بهم كينتميو لفونكسيون وحده داكور. هانت دونك الى عملنا هكا غادي يعطيني الكود ديال الديبارتمون وغادي يعطيني لو نومبر ديالاش ديال لي فونكسيون. هذاك لو نومبر ديال لي فونكسيون خصو يكون كيساوي شحال واحد صافي. دابا انا ما خصوش يعطيني 3 و 4 شنو خصو يعطيني غير واحد شنو خصني نزيد له الشرط علاش الشرط على لا فونكسيون خصها تكون كتساوي انجينيور فوالا خصني نزيد غير الشرط على لا فونكسيون صافي. دونك هانت غادي نعمل سيليكس اول فروم امبلوي وير الكود ديبارتمون خصو يكون ان اما هذا ولا هذا ولا هذا ونزيد له الشرط علاش على لا فونكسيون شنو كتساوي انجينيور. هذه روكيت امبريكي هي هذه هي لا روكيت امبريكي ياك هادو هما لي ديبارتمون اللي فيهم فونكسيون وحده هي هذه. انا كتبت هنايا روكيت امبريكي نتوما نورمالمون غادي نعاود هذه كامل. واش مفهوم واش تفهمنا دابا هاد دابا هاد لا روكيت امبريكي شحال كترد لي من كولون هنا جوج د لي كولون ما نقدرش نقارن الكود ديبارتمون معايش مع جوج د لي كولون عاوتاني شنو خصني نعمل سيليكت تعمل لهم سيليكت تخرج غير وحده فوالا واش مفهوم ها هي باش الروكيت شنو كتولي عندي هي هاد الروكيت كامله شنو غادي تولي هي هاد انت سيليكسيونيت كلشي مامبلوي وير الكود ديال الديبارتمون خصني نجبرو فاين ان وفتحت واحد الروكيت امبريكي شنو سيليكسيونيت غير الكود من داك الروكيت اللي كتجبد لي شنو الكود معايش من هادي. واش تفهمنا لان هادو جوج ما تقدرش نقارن الكود ديبارتمون معايش مع جوج جبدت منه غير الكود ديبارتمون ها هو في وعاد زدت اند فونكسيون ديالاش لحقاش راني خدام في لاروكيت الكبيره الاولى خدام غير فين غير في امبلوي غادي نزيد له لا فونكسيون شنو كتكون كتساوي انجيل ها هو عطاني غير امبلوي 5 والامبلوي 6 لان بجوج بهم هما اللي خدامين فين في الديبارتمون شحال واحد وهاد الديبارتمون واحد هو اللي فيه غير لي زانجي لي زانجينيور. واش فهمتوا هاد لا كيسيون هادي ولا ما فهمتوش؟ دونك كيما قلت لكم لو برينسيپ هو تفهم لا 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 روكيت شنو مطلوب منك وتحاول ديكورتيكيها تقسمها لان باش غادي تقبط وتكتب هادي من المره الاولى ما غاديش تقدر صعيبه شويه باش تكتبها هكا خصك تكون كتكومبيلي بحال لا ماشين. واش مفهوم سينو شنو كدير كتمشي دقه دقه كتفكك داك لا روكيت وكتشوف داكشي اللي خاصك وبيان سور خصك تكون كتعرف لي تكنيك د اس كيو ال فوقاش كنعملو ان فوقاش كنعملو تساوي فوقاش كنعملو واش مفهوم فوقاش غادي نعمل روكيت امبريكي الى اخره فوقاش كنعمل جروب باي فوقاش كنعمل هافين داكور. يلا نشوفو لا كيسيون اللي موراها فين وصلنا شمن كيسيون دابا سبعة. يلا لا ليست دي زومبلويي كي يون بارتيسيبي ا تو لي بروجي كي ندير نعرف هاد القضيه
كي ندير نعرف لاليست ديال لي زومبلوي اللي شاركوا في قالب بروجي كاملين شنو خصني نعرف؟ شنو خصني نعرف؟ ليست دي زومبلوي كي يوم بارتيسيبي ا تو لي بروجي. اول حاجه خصني نعرف شحال عندي من بروجي. لي زومبلوي اللي كيتعاودوا في البروجي كامل خصني نعرف شحال عندي من بروجي هي الاولى ياك. والحاجه الثانيه خصني نعرف كل امبلوي فشحال شارك من بروجي. وخصني هذاك العدد المشاركات خصو يكون كيساوي لو نومبر توتال ديالها ديال لي بروجي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ سيليكت اول فروم بروجي. شحال عندي من بروجي هنا؟ شحال عندي من بروجي؟ ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. إلا بغيت نعرف شحال عندي من بروجي شنو غادي نعمل؟ سيليكت كاونت ديالاش ديال كود بروجي مثلا صافي فروم بروجي. نقدر نسميه هنايا از نومبر بروجي. واش مفهوم؟ هو عطاني أربعة. دابا خصني نمشي لاي select all from participe. هنا participe هي اللي كتعطيني المشاركات ديال كل امبلوي في البروجي. دونك شكون هو في نظركم اللي شارك في قالب البروجي؟ شكون هو اللي عنده كود ثلاثة؟ لا ثلاثة شحال شارك من البروجي؟ لا واحد هو اللي عنده كل شيء. واحد شوف دونك شوف هنايا صافي شوف هنايا ها واحد ها هو مره الاولى شارك مره الاولى مره الجوجه مره الثالثه مره الرابعه. دونك شحال الطوطات ديال المشاركات ديالو؟ أربعة ديال المشاركات. ثلاثه شارك شحال في البروجي؟ شارك غير في بروجي واحد. جوج شحال شارك في البروجي؟ بروجي واحد. اربعه شحال شارك في البروجي؟ بروجي واحد. مي واحد شحال شارك من البروجي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة. بالمعنى شنو كنعمل؟ كنسيليكسيوني شنو؟ شنو كنسيليكت؟ شنو كنحسب هنا؟ كنحسب شنو؟ كتعمل الكاونت على الكود ديالهم اللي معاهم. كنحسب شحال من بروجي صافي؟ باغ أومبلوا باغ أومبلواي. واش مفهوم؟ واش تفهمنا؟ خصني نحسب غتعمل الكاونت وغتكروبي بالبروجي بالبروجي كود البروجي. ماشي بالكود ديال البروجي كنكروبي باش امبلوي. واش تفهمنا؟ اها دونك جوج الحوايج خصني نعرف لو نومبر توتال ديال لي بروجي وخصني نعرف كل واحد شحال شارك من البروجي. وداك العدد المشاركات هو خصو يكون شنو؟ لو نومبر توتال ديال لي برو لي بروجي. واش مفهوم؟ دونك شوفوا معايا مزيان. اول حاجه قلنا خصنا نعرفوا لو نومبر دو بروجي باغ امبلوي. هي هادي اللي عملنا. كنحسب كنسيليكسيوني الكود ديالاش ديال امبلوي وكنحسب شحال عندي مناش من بروجي فروم بارتيسيبي وكنغروبي باش بالكود ديالاش بالكود ديال امبلوي. ها هو هادي عطيهم لي امبلوي. واحد شارك اربعه د المرات. امبلوي جوج وثلاثه واربعه هادو كاملين شاركوا غير مره مره مره. من بعد شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف بان هاد لو نومبر هذا اللي حسبت دونك الشرط غادي يدخل عليه باش بالها الهافي. هاد لو نومبر ديال المشاركات خصو يكون هو لو نومبر توتال. وشنو هو لو نومبر توتال؟ هو سيليكت كاونت ديال كود بروجي فروم بروجي باش يبقى لي غير شنو غير لومبلوي واحد. هانت دابا شنو عطاني هنا؟ عطاني لومبلوي واحد هو اللي شارك في لي بروجي كاملين. لان الا حيدت هادي شوف معايا مزيان الا حيدت هاد هافين غادي يعطيني كل امبلوي فشحال شارك من بروجي باش نحتفظ غير باش غير بهاد الربعه. خص هاد الربعه يكون هو العدد التوتال ديال
لي بروجي بما غادي نزيد الشرط باش بهافين هاد لو نومبر دو بروجي خصو يكون كيساوي لو نومبر توتال شنو هو لو نومبر توتال ديال لي بروجي هو سيليكت كاونت ديالاش ديال الكود ديال البروجي فروم بروجي كاونت صافي دابا الا بغيت نقول لكم عطيوني السميه ديال لي زومبلوي اللي شاركوا لا عطيوني لا ليست ديال لي زاتريبي كاملين ديال لي زومبلوي اللي شاركوا في كاع لي بروجي لان هو المطلوب واش مفهوم دابا هذا شنو غادي شنو غادي تخدم ديك شنو غادي تعمل ديك الساعه سيليكت ياك اول فروم شنو امبلوي ياك وير الكود ديالك الكود ديال امبلوي خصني نجبرو شنو ان لان يقدروا يكونوا بزاف شاركوا في كاع لي بروجي وكذا شنو خصني نعمل ان وهذه شنو خصني نجبد منها غير الكود ديال من غير الكود ديال امبلوي بمعنى ان شنو سيليكت في مثلا بوان شنو بوان كود كود امبلوي فروم نفتح القاس ونشد القاس وهذه نسميها شنو في صافي وعاد نشد القاس ونعمل بوان فيرغول شنو غادي يجي هنايا في الوسط شنو غادي يجي هي هذه كام كتعطيني صافي بمعنى غادي نريكوبيري هذه لا روكيت ديال غادي نسميها هي هاد هانت دونك عندي هو لومبلوي واحد ياك ها هو لومبلوي واحد العالمي هو اللي شارك في كاع لي بروجي كامل دونك كما كتلاحظوا هنايا باش غادي نقبط ونكتب هذا الروكيت من المره الاولى ما غاديش نقدر واش مفهوم دونك لو برينسيپ شنو هو هو نقسمها داكور واش فهمنا دونك باش نعرف شكون هما لي زومبلوي اللي شاركوا في كاع لي بروجي كاملين شنو خصني نعرف اوتوماتيكمون غير باللوجيك خصني نعرف شحال عندي بروجي ياك وخصني نعرف كون الامبلوي فشحال شارك بروجي واش فهمنا دونك كل امبلوي شحال شارك بروجي وهذاك لو نومبر ديال المشاركات خصو يكون هو لو نومبر توتال واش مفهوم هذا غادي يجبد هذا شنو غادي يجبد لي جوج ديال لي كولون انا باش نخرج غير الكود ديال لومبلوي باش نعمل روكيت امبريكا غادي نعمل سيليكت من سيليكت دونك هادي كامله اعتبرتها شنو هي انا في وسيليكسيونيت غير الكود ديال لومبلوي مع هاد الفي هذيك واش مفهوم يلا نشوفوا لا كيسيون الاخرى دونك لا كيسيون الاخرى شنو قال لك قال لك بغيت نعرف ياك لي زومبلوي كي اون ان نو اون كومون اوترمون دي بور كان امبلوي سوا سيليكسيوني il faut qu'un autre employé porte le même nom دونك هنا الى جينا نشوفوا شكون هما لي زومبلوي اللي عندهم نفس الاسم انتم سيليكت اول فروم امبلوي شكون هما لي زومبلوي اللي عندهم نفس الاسم شكون ستة وشكون اخر امبلويس وسبعة هادو بجوج فيهم عندهم نفس الاصل وي ستة وسبعة راه عندهم نفس السمية ولكن عندهم دي كود ديفيرون واش مفهوم دونك هنا كاين هاد القضية تقدر تعمل جوانتور مع نفس لاطاب بما تقدر تعطي ماشي جوانتور تقدر تعطي بحال الا تعمل فوتوكوبي لنفس لاطاب تكري دو انستانس بنفس لاطاب مسميين بنفس الاسم لان كيفاش جبرت هاد بحال الا غادي ناخذ هادي وغادي ندير لها فوتوكوبي وننزلها حداه غادي نشوف العالمي واش كاين شي عالمي اخر هنايا ما كاينش غادي ندوز لامبلوي جوج واش كاين شي امبلوي جوج ما كاينش حتى غادي نوصل لامبلوي 6 نوصل لامبلوي 6 غادي نجبر واحد لامبلوي 6 ياك واش مفهوم كاينين جوج كاين هذا وكاين هذا واش تفاهمنا دونك باش ما يديبليكيهم لي جوج مرات خصني نقول له ولي كود ديالهم خصهم يكونوا مختلفين واش فهمتوا هذه القضيه هذه تقدر تسمي جوج د لي طابل بدو نون ديفيرون واش مفهوم
انت شنو عملنا هنا؟ سيليكسيونينا اي واحد بوان ايتوال، هذيك اي واحد راه هي امبلوي، واللي تعاود امبلوي سميتها شنو؟ اي جوج. بحال الا شديت امبلوي وعملت لها فوتوكوبي، وحده سميتها اي واحد وحده سميتها شنو؟ اي جوج. وكنمشي نشوف خصني لومبلوي اللي يكون اي واحد بوان لو نون دو لومبلوي خصو يكون كيساوي اي جوج بوان لو نون دو لومبلوي. شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني هذا جوج المرات، وهذا غادي يعطيني جوج المرات، لحقاش كاين هنايا وكاين في لاطابل الاخرى، وكاين هنايا وكاين في لاطابل الاخرى. غادي نزيد له واحد الشرط، شنو هو؟ ان الكود خصو يكون شنو؟ مختلف، باش ما يعاودليش 6 جوج المرات و7 جوج المرات. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ زدت هاد لا كونديسيون على ايش؟ على الكود د لومبلوي اللي كاين في او ان خصو يكون ديفيرون من الكود د لومبلوي اللي كاين في او جوج. دونك انا اللي تعرف لا تكنيك اللي استفدتي من هاد الروكيت، انك طابل وحده عطيتها جوج ديال اش؟ جوج ديال السميات، بحال الا دوبليكيتها جوج جوج ديال المرات. صافي، دونك نحاولوا نيكزيكوتيو لا روكيت ونشوفوا لو ريزولت. غادي نكوبي ولا روكيت، ها هي كوبي. شوف نحيد هاد، نخلي غير هاد عندهم نفس السميه. الا خليت عندهم نفس السميه غادي يعاود لي 6 جوج المرات، و7 غادي يعاودها لي جوج المرات. انت لحقاش كيسيليكسيوني من او1 ومن او ومن او2 كاملين غادي يعاودهم. واش فهمتوا؟ لان العالميه كاينه هنايا وكاينه في له، عاوتاني امبلوي جوج كاينه هنا وكاينه له. واش فهمنا؟ غادي يعاودهم لي كاملين ماشي غير بجوج، لحقاش العالمي كاين في او1 وغادي تجبرو كاين حتى فين؟ حتى في او2. واش فهمتوا؟ انا باش كنزيد له خصو يكون لو كود شنو ديفيرون، باش كي ايليميني هادوك اللي غادي يكونوا معاودين هنا، يحتفظ لي غير باش اللي عندهم نفس السميه ولا اللي عندهم دو كود دي ديفيرون. لاحظتوا شو 6 شحال عاودها؟ 6 شحال عاودها؟ 6 شحال عاودها؟ عاودها 4 د المرات. واش فهمتوا؟ دونك دابا الا زدت هذيك لا كونديسيون هنايا، ها هي مشي جيب لي اللي الكود ديالهم مختلف، باش يبقى عندهم غير نفس شنو نفس السمية. ها هو غادي يعطيني غير لومبلوي 7، مع لومبلوي شحال؟ مع لومبلوي 6. صافي، دونك كيما لاحظنا هنايا خصك تفهم لا روكيت، وخصك يكون عندك لي تكنيك. بحال دابا لي تكنيك اللي استفدنا شنو هو؟ تقدر مثلا روكيت سيليكسيوني منها واحد لا كولوم، بما ان تعمل سيليكس من روكيت. كيفاش كنعملو؟ كنحطو لا روكيت وكتدورها ما بين جوج الاقواس، وكتسميها في الاخر شي سميه في ولا تي ولا سميها اللي بغيتي. وقبل شنو كتعمل؟ سيليكت تي بوان شي كولون اللي بغيتي مثلا فروم، وهذه كامله وكتسد وعاد كتعمل تي. صافي، لا تكنيك، لا دوزيام تكنيك اللي استفدنا هي نقدر مثلا نسمي جوج د لي زالياس اللي كيبوانتيو على نفس شنو؟ على نفس لاطابل. كاين باش نعرف لي زومبلوي اللي عندهم نفس الاصل، بحال الا غادي ندير فوتوكوبي لهذيك لاطابل، وغادي نمشي نقول يكون عندهم نفس الاصل ولكن يكون عندهم دي كود ديفيرون. صافي، واش تفهمنا؟ دونك الا فهمتوا هادشي غادي نحاول ننزل لكم هذا في الجروب هاد تي بي، وغادي تحاولوا ديروا لا سويت ديال لا سويت. ها هي نفس الشيء ما ديال لا باز دوني. صافي، غادي نادي تحاولوا تعملوا هاد 13 كيسيون. نبداو بلاك، شوف هاد لي كيسيون اللي ملون عليهم بالصفر انا هما اللي غادي تخدموا فيهم لي روكيت امبري امبريك، سينو شي لاخر غادي تخدمو غير بجروب باي بالهافين بشي حاجه بحال هكا. مي هاد لي كيسيون اللي عاملهم بالصفر انا هنايا هما اللي غادي تخدمو بهم فيهم بلي روكيت امبري
ان بريك ناخذ لا كيسيون الاولى بحال مثلا شنو قال لي اوغمونتي لو سالير دي زومبلوي ايون بلوس دو 10 ans d'ancienneté par 20% واش ميم انا اوغمونتي لو سالير سالير جديد زايد غادي تزيدو دونك بما ان لا ريكيت دو باز غادي تكون هي اب ابديت فوالا دابا الشرط عندي علاش على لونسيانتي ياك بما ان لا دات ديالاش على لا دات دومبوش واش انا كنعرف لي زومبلوي اللي استوفاو 10 سنين د لونسيانتي واش كنعرفهم لا لا شنو خصني نعمل دات دومبوش و current date اي خصني نعمل اون ريكيت امبري امبريكي اللي فيها داك الكيور ديت وداك لا دات دومبوش واش فهمتوا ولا ما فهمتش غادي توصل غادي تعمل ابديت غير باش نقول لكم بان سيليكت ماشي بالضروره ديما كتكون مع سيليكت تقدر تجبر ابديت وفوسطها شنو وفوسطها سيليكت فوالا تقدر تجبر ديليت وفوسطها شنو سيليكت سيليكسيون داكشي اللي خصك تمسح ولا فوالا داكشي اللي خصك تمسح ولا داكشي اللي خصك تموديفي ما غاديش نجبر سيليكت فوسط انسيرت ما كايناش هاد صافي واش تفهمنا خلاص بالنسبه لي كيسيون 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 هادو كاملين دي كيسيون غير تاع الجروبمون الاغلبيه فيهم دي جروبمون فيهم الهافين فيهم الوير فيهم صافي مي بار كونتر لا كيسيون 12 و 13 تا هما دي تخدموا بهم بلي روكيت ان بريك بحال شنو قال Les salariés qui touchent plus que la moyenne des salaires. Vous savez que la moyenne des salaires, c'est ce qu'il y a. Je ne sais pas. Donc, automatiquement. Voilà. Voilà. Les salariés qui touchent plus que le salaire minimal. Vous savez que le salaire minimal. Je ne sais pas. Je suis dit que donc, je suis dit que c'est une requête imbriquée. Voilà. دونك هاد البروجي غادي هاد تيبي غادي تحاولوا تكملوا عليه دونك سوليسيون غادي ننزلها لكم د الاول ولكن هذا غادي لا سويت غادي تحاولوا تعملوه دابا صافي وا صرد نفس هاد الباز دوني يكسفت لكم ديال التيبي اللي داز لا هي انا في الجروب في الجروب صح راه كاينه في الجروب يحيى صح صافي يلا انا غادي نحاول هادي الريكورد ديال نزلها في اليوتيوب حتى هي هاد لا سيونس صافي واخا خاصه يلا الله يعاونك حتى غدا ان شاء الله